يعني الحمد لله، يعني فرحه مختلطه باشياء اخرى، ولكن الحمد لله يعني اكيد. يعني يا جماعه، يعني الاهلي افتتح اهدافه بهدف النجم علي معلول من ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين، يعني وراحت على طول في الجول. كانوا الناس يعني مع كل احترامي للصحف التونسيه، كانوا الناس بتتكلموا على شريف اكرامي وان احنا نشوط عليه من بعيد، لكن الحمد لله يعني شريف النهارده كان بطل وكان وحش كالعاده. النجم وليد أزارو الهدف الثاني، النجم وليد أزارو الهدف الثالث، النجم وليد أزارو الهدف الرابع. والله احنا بنفهم كورة يعني على قدنا، واحنا يعني الحمد لله كنا مهاجمين، يعني الحمد لله كويسين. قلنا وليد أزارو هنراهن عليه، وليد أزارو يعني أثبت للجميع ان هو فرود متميز جدا، كان ينقصه هدف، الراجل رد بثلاث أهداف، بيعرف يجيب جون يا كابتن، يعني ان شاء الله كمان بيعرف يروح يجيب جون. لسه مع احمد متعب، مع كل الناس، وليد أزارو رد يعني قاسي جدا على كل المشككين، كل اللي قالوا النادي الاهلي بيجيب مهاجم يتعلم، والنادي الاهلي مش عارف ايه، مش عايز اقول اسماء، لكن وليد أزارو رد على الكل. وليد أزارو احنا راهنا عليه كلنا، والحمد لله كسبنا الرهان. وليد أزارو مهاجم متميز جدا جدا جدا، هيبقى من احسن مهاجمين في العالم، اقسم بالله هيبقى من احسن مهاجمين في العالم لو كمل على كده بس، كانت ناقصه حته الاهداف وجابها. وليد أزارو هاتريك النهارده، رامي ربيعه، وليد سليمان بهدف، يعني الحمد لله، يعني وليد اساسا يعني ضحك على الهدف. واكيد طبعا قلنا كمان يا بيبو علي معلول الف مبروك مره ثانيه ومره ثالثه ومره مليونه. كابتن شريف قول لي انت.